اعترافات جديدة لبعض عناصر التنظيمات الإرهابية المسلحة التي مارست القتل وترويع المواطنين في جسر الشغور. بداية هذه المجموعة كانت مع المظاهرات التي كانت تشهدها منطقة جسر الشغور، والتي سرعان ما تحولت إلى أعمال تخريب واعتداء على الممتلكات العامة، قبل أن تتحول هذه الاعتداءات إلى هجمات منسقة على مخافر الشرطة ومفارز الأمن ومخافر حدودية ونقاط عسكرية للجيش الشعبي. في أحد الجمع يعني الأمور توصلت لدرجة الاشتباك مع الجيش، فالمتظاهرين هن وراجعين، قسم منهم هجم على مدينة أريحة. فعملية الهجوم على مدينة أريحة اقتحموا مباني الأمن وخاصة الأمن الداخلي، واستولوا على الأسلحة الموجودة فيها وقاموا بحرق بعض المباني. استولوا على مبنى المرور، استولوا على مبنى بلدة أريحة، على مخفر السجن، استولوا على شعبة الحزب وقاموا بإحراقها، وتوجهوا كل واحد باتجاه بلده. الشيء هذا أدى لردة فعل في منطقة جسر الشغور، لأنه كان عملية مظاهرة مشتركة بين جسر الشغور وجبل الزرمة. فجماعة جسر الشغور كمان بعد فترة قللوا نفس المبدأ، فقاموا بعمليات هجوم كمان على مخافر الشرطة وعلى مفارز الأمن. فجسر الشغور هجموا على مخفر الدامة، على مخافر حدودية مثل خربة الجوز، على نقاط عسكرية للجيش الشعبي الحسيني، هجموا على مركز الطرق العامي في سراقب، في الزعيمية، واستولوا على الأسلحة، صار عنده قسم من السلاح. اليحيى اعترف أيضا بدخول مجموعة ثانية على الخط بقصد الربح المادي، مثل المهربين الذين بدأوا بإدخال السلاح والذخائر عن طريق خربة الجوز دون وازع أو رادع، فهؤلاء المهربين لا مذهب ولا مبدأ عندهم سوى الحصول على المال. دخل على الخط جماعة ثانيين، في منهم بقصد الربح المادي مثل المهربين، وفي منهم بقصد توتير وتعظيم الأمر. فموضوع المهربين صار يدخلوا سلاح وزخيرة عن طريق خربة الجوز، فصار عملية تواصل بين المتظاهرين في جسر الشغور والمتواجدين على الحدود السورية التركية من المهربين. هدول في ناس مهربين قديمين كتير، مهمتهم بالأحرى عملهم الأساسي ما بيفرق معهم لا مبدأ ولا مذهب، المهم كسب مادي، بيجيب سلاح، بيجيب أدوات منزلية، بيجيب أي شيء اللي بتطلبه أنت، تدفع مقابل تحصل عليه. هالشيء أدى لتواصل بين جسر الشغور وجبل الزاوية. صاروا جماعة جبل الزاوية يكملوا اللي ناقصهم من الزخيرة ومن السلاح عن طريق الشباب الموجودين في جسر الشغور بالتواصل مع مين؟ مع مهربين خربة الجوز. قطيبة دعبول وهو أحد أعضاء التنظيم المسلح اعترف باشتراكه في حمل السلاح والمشاركة في إقامة الحواجز وقطع الطرقات بحجة التصدي للجيش والقوى الأمنية والهجوم على المفرزة الأمنية وقتل عناصرها. بيت المصري وبيت الكيس اللي ما كانوا موجودين صار يوزع سلاح على العالم. في واحد اسمه ياسر يوسف هو أعطاني إلي بمبكشن تيموتوماتيك والطلقات تبعونا عشان نهجم على مفرزة الأمن تاعية البريد. هجموا على مفرزة الأمن تاعية البريد، ضل إطلاق رصاص على المبنى الأخير وقتل كل العناصر اللي موجودين بقلب المفرزة بقلب المبنى، كسروها حرقوها وكل شيء فيها أغراض أخذوها. ولإتمام الجريمة قام شخص ثالث بمساعدة مجموعة أخرى بدفن جثث قتلى المفرزة الأمنية في مقابر جماعية. أنا معي بيكاب تويوتا تبع بلدي، وفي بيكابين، واحد تبع زراعة واحد تبع المالي. ببيكاب يحطوا فيه 9، والبيكاب الثاني حطوا فيه 10، والثالث حطوا فيه 12. أنا بيكابي كان أفأ من العسكري المبارك كانتو، والبيكابين الثانيات عند مقلع جمال فوق، واحد على اليمين واحد على اليسار. أنا لفيت باللفة، يعني قريب صغير علي، لفيت اللفة ووقفت هميكي، كان في 15 واحد من حارتنا، نزلوا الجسس وحفرون وطمرون، والبيكابين هدوك يطلعوا فيه عند المقلع لفوق وصار يدفنون.
لأنهم رمز سوريا، وعلى جثامينهم ينبت الحب، وتزهر ألوان العلم العربي السوري، يقصر كلام اللغة كله في وصفهم. من هنا، من حمص العدية، انطلق موكب العزة. زغرودة العرس الكبير انطلقت من مدينة ابن الوليد، ترافقها شمس سورية الحرة. وعلى هدير الحناجر المؤمنة صفت الجثامين أمنيات السوريين، 20 شهيدا بأمنية واحدة، أن تبقى سوريا بخير. لفظوا أنفاسهم الطاهرة في جسر الشغور، وسوريا بين عيونهم وعلى بسمات أطفالهم، وحطوا رحال الرحلة الأولى أول مرة في المشفى العسكري، ومروا بشوارع الوطن. الجثث بحالة متقدمة جدا من التحلل والتفسخ، معظمها على شكل أشلاء متسخة بشدة، عليها كميات هائلة من الطين واللحم، مما يدل على أنها دفنت في مكان أماكن متسخة، يقال أنه مكب للنفايات، يصعب التعرف عليها على الإطلاق كونها متهتكة متفسخة، في فقدان من الأعضاء، أيدي، رؤوس، في جثث بدون رؤوس وصلت لنا. التعرف عليها من المستحيل إلا بإجراء البصمة الوراثي. هنا طرطوس، على امتداد الشارع الواصل بين اللاذقية وحمص، تجمع السوريون، في عيونهم دمعة بلى، ولكن في قلوبهم إيمان بأن الشهداء هم من يبني في جدار أحلام السوريين أساس العزة والشموخ والوطنية. مودعون بالزغاريد، وأنتم تحبسون الدمع، تبتسمون وتخفون زلزالا من الألم والأمل، لتبقى أرض سوريا مطرزة بأرواحكم، وتعاد التراتيل والصلوات، ويعود في الأفق أن العزة للشهيد. فيا شهيد، يا شهيد، بك تحضر الشهادة معززة بالكرامة، ويسمو المجد. يا أرواحنا العشرين، لكم تحنى الهامات، وترتفع الصرخات في هيبة من حضروا ومن غابوا، لكنهم باقون. هو الشوق إلى الوطن، شوق عبر الحدود في طريق العودة إلى الديار. هو حب الوطن، والحنين إلى الأهل الذي حمل هؤلاء وغيرهم على العودة إلى منازلهم التي هجروا منها. عودة جاءت بعد مخاض عسير، ورحلة من المعاناة، وحرب من الشائعات والتحذير والتخويف، من مصير مجهول ينتظر العائدين إلى جسر الشغور. والله في قتل وفي ضرب، وهذا اللي حكونا إياه. والله زاد كانوا يخوفونا، يعني يقولوا قتل وضرب، يعني ما نستجري نجي. الحمد لله الحزين أقل ما في شيء، جينا. والله يقولوا إن هنيك اللي عم ينزل عم يذبحوا وبيأوسوا بيغتصبوا النسوان وبيقتلوا الأولاد، هيك الله. الإشاعات كانت تغذونا غزي، الإشاعات إن بس رحتوا اعتقال وقتل له علاقة واللي ما له علاقة، كل شيء من جسر الشغور هذا عليه محكوم عليه بالإعدام. إيه طيب ليش ما حب اللي ما عمل شيء؟ شو ذنبه يعني؟ اللي ليش حتى ما يرجع على وطنه؟ ولا تنسى الهويات هذول اللي عم يشموا، هذول الهويات الوطن هذول بيعادلوا الكرة الأرضية بأكملها. والله بلدنا ما في مثله، والله والله الهوى الفيحات بكفي. الآن وفيما يتواصل عبور مئات الأشخاص الحدود، بما الجيش يستقبلهم، انقشعت غمامة الخوف تلك التي سكنت قلوبهم، ليحل مكانها
أسارير الطمأنينة بغد ليس كالأمس بمره وآلامه. وجع الغياب زال أمام صورة الحياة في جسر الشغور، وقد عاد الجسر إلى سابق عهده من الأمان والاستقرار. بدد معه مخاوف الأهالي من عمليات انتقامية يقوم بها الجيش ضد الأهالي، كما أخبرهم المسلحون والفئة الضالة. حمص وفي حي الخالدية نموذج عن طلاب الحرية ووسيلتهم في الحصول عليها. فها هم رجال حفظ النظام مجردين من أسلحتهم يتراكدون هربا من زخات الرصاص التي انهمرت عليهم دون واذع أو رادع. الحجارة تملأ الطريق خلفهم والنيران أضرمت لقطع الطرقات، وبالتأكيد ليس رجال الشرطة من قام بذلك. النموذج لم يكتمل بعد، فلو اقتصر الأمر على التخريب لسلمنا أمرنا لله، لكن فهو شهيد آخر من شهداء الوطن، محمد يوسف عتيق، وقد قضى شهيدا وهو أعزل إلا من حبه لوطنه ولأهله. خط رفيع ذاك الذي يفصل بين الحرية والفوضى، فالحرية تلك التي تبني الأوطان، أما الفوضى فهذه التي تعيش على التخريب والدمار. لا حول ولا قوة إلا بالله على كل طالب لحرية كهذه، قوامها القتل والتخريب ووسيلتها سفك الدم البريء، أما هدفها فهو أسر وطن في أيادي الغريب.
أبسط الأمور عند المتآمرين على سوريا وأدواتهم من محطات التحريض فبركة الاتهامات ضد قوات الأمن وحفظ النظام، من يقتله المسلحون المجرمون في التجمعات ومن يتوفاه الله على الطريق أو في بيته، فهم جاهزون فوراً لتوجيه الاتهام. وهذه واحدة من تلفيقاتهم يكشفها من اقترف الجريمة وذاته وجه الاتهام. أساس الواية المنبق بأبو نزيح. طيب ليش تم إلقاء القبض عليك؟ خربنا الدنيا، صرنا نشاع الباصات وقوام الدورية كل شغب بشغب. نعم بس بدنا أسلحة، هيك بدون أسلحة ما بيجي الحال. جابوا لنا أسلحة. شو السلاح اللي كان معك؟ مسدس 9-14، مسدس 8.5، وبارود اوتوماتيك. عماد سلوايا شقيق أبو نظير، معجب بجرائم شقيقه المستثمر من قبل البعض الذين يصفون أنفسهم بالثوار، فأراد أن يجرب، ولا سيما أن السلاح موجود. في مظاهرة طلعت من هون تقريبا لمستوى السمكة. أخوي أبو نظير قلت له أعطيه بدي مسدس من عندك. أنا المسدس 9-14 المنقل، أجت الألقم وطلعت منه طلقة. أما رجالي هنا بسرعة، ما بعرف شو الواغش أنا من هيك طلعني هيك، ولا شفنا أن شاب سقط واللي هو اسمه أحمد عبد النور. رقدنا على هنا إنه لون بدشان نضيع الواغش. شو هذا الواغش؟ الواغش يعني تشيل الفكرة من بال العالم إني ما عماد اللي قتلوه. قلت لهم هذا العناصر الأمن اللي صوبوا، بس ما نعرف إني مقتول ولا مقتول. طلعنا ولا ننزف دف من هون، عملنا إنه لو تشاهد وصرنا نقول الشهيد مش الشهيد. مهم أخذوا أهله ومشي حواله، ربي يسر. اول مقطع فيديو صوروني اياه ضابط منشق عن الجيش العربي السوري باسمي الحقيقي. ثاني مقطع عن النظام وبأس النظام، والمقطع الثالث انه نحن منشبيح مهر اسد كل نهار خميس وجمعه، بننزل على المتظاهرين بنقتلين بنسلبين بنكسر محلات بناخذ نساء بنتك اراضي. انه هذا الكلام اللي انا حكيته بالكراه تحت الضغط، واي قناه تعرضه او بتبسه انا بريء منه ليوم الدين. انا كنا بنعمل مهمه بننفذ مهمه بترستان مهمة حاجة عسكري منطقة برتا قبل الصالة الرياضية بمسافة 500 متر أو أكثر شوي. فتنا جوا نرتاح، نحن نعمل صناعة بالعمارة المهجورة. تركنا حارس عند الدبابات، فتنا قعدنا. قام إجوا واحد عم قال له الملازم أروح مستشهد، فينا يشوفك؟ قال له فوت. قام فات هو الحرس هذا حاطط براسه قنبلة، قال بدهم إيانا نشهد إنه نحن منشقين من الجيش، ويعطونا بدهم يعطونا مصاري ورجعونا اهالينا. قلنا نحن هن محاصرين بالروسيات والاسلحه المسلحين، عددنا اكثر من عددنا من داخل الخارج. نحن رفضنا، صار اشتباك رصاص بيناتنا، طلق رصاص، ادى اطلاق رصاص لاستشهاد ملازم الطوع حسن حسين رقيب اول مجند اسعد رقيب اول طوع على جمر هيج. وانا صب القنبله زتوها علي، حاولت احمل فؤادي منها امسكها زتها بس ما لحقت، استبرت بنعي فجرت بايدي ووجهي شوي. المجموعات الإرهابية المسلحة التي استباحت مدينة دير الزور وقطعت طرقاتها واعتدت على مخافر الأمن والشرطة ومقرات تابعة للجيش وسرقت محتوياتها عمدت إلى استغلال ما حذرنا منه. وقد يتم استغلال ذلك بشكل سلبي عبر الإقدام على ممارسات عدوانية تتنافى أخلاقيات المؤسسة العسكرية واتهام الجيش بذلك. ولا يستبعد أن تلجأ هذه المجموعات المسلحة بعد حصولها على اللباس العسكري إلى إقامة الحواجز وتفتيش المواطنين والإساءة إليهم، أو تنفيذ مداهمات إجرامية اعتمادا
على ما سرقته من لباس وهويات عسكرية وتصوير ذلك وبثه عبر القنوات الإعلامية التحريضية. وهو ما حصل فعلا في دير الزور مع مجموعة من العناصر الأمنية الذين وجدوا أنفسهم أمام حاجز بلباس عسكري تبين فيما بعد أنه حاجز لمجموعة إرهابية مسلحة، بينما وجد الفيلم الذي صور لهم طريقه مباشرة إلى تلك الفضائيات التي غيبت الأخلاق الإعلامية عن أجنداتها وامتهنت الكذب والتزوير. فطالعتنا بالقصة التالية: بينما بث الناشطون صورا قالوا إنها لعناصر من جهاز أمن الدولة تدلي باعترافات عن تسليحها لمجموعات موالية للنظام لمواجهة المتظاهرين. أنت رئيس الدورية؟ نعم. شو بيها السيارة؟ السيارة فيها سلاح. لمين جاي توصلونه؟ للشبيحة بمدينة دير الزور. مشان شو؟ لشأن أجل إثارة الفتنة بالمدينة. وكما هي العادة فالحقيقة دائما في الضفة الأخرى لقناة إخبارية تحولت إلى سينمائية، أبطال أفلامها من المجرمين وضحاياها من المخطوفين بالسلاح. أنا اسمي خالد مهدي رضوان من محافظة خمس منطقة القصير. تم تكليفي بمهمة إلى مدينة دير الزور لإيصال ضابط مريض، جهزنا عتادنا، تعرف أنت دورية يعني أمنية، إجباري لازم يكون معنا سلاحنا الأمني مشان حماية أنفسنا على الطريق، وشايف الأوضاع الحمد لله بالبلد شلون صايرة. وصلنا لمنطقة دير الزور، إجا بوجهنا حاجز لابسين جيش، إنه حاجز جيش يعني، نزلنا وصلنا لحديتهم، عرفناهم على أنفسنا، وقفنا السيارة، تفضلوا يا شباب، قلنا لهم نحن زملائكم، قال هوياتكم، تعرفوا على هوياتنا، مشي شافونا عناصر أمن، قاموا باعتقالنا وبعدين كلبشونا وطمشونا، قاموا باعتداء علينا بالضرب أول شيء بكعاب المسدسات على رؤوسنا، ضربونا وبعدين أخذونا بطبون سيارة تحت التهديد يعني، حاطين المسدسات وساطور على رؤوبنا وأخذونا على جامع. بعد الجامع بعد شيء خمس دقائق تم نقلنا على دراجات يعني، بعدين على منطقة تانية غير الجامع، كمان قعدنا فيها شغلة 10 دقائق، كمان هنيك كمان تعدوا علينا بالضرب والتهديد انه بدنا نقطعكم، بدنا نقطع لكم ايديكم واجريكم، شيء بدنا نقطع لكم ايد واجر، شيء بدنا ندفنكم انتم احياء، شيء بدنا نكت عليكم بنزين نحرقكم، شيء بدنا ندفنكم انتم احياء، يعني تهديدات شغلي لا توصف يعني. قصة جديدة على قساوتها، إلا أن الأسف يرافق القول بأننا اعتدنا عليها. خطف وأرعب وضرب وأرهب، ويروي قصته. عند الدوار المساكن الشرطة، الدوار التحتاني، بشرت لسيارة بالصدفة يعني، كانت العالم يعني الحياة كتير طبيعية وحلوة كانت، يعني ما بينشك بشي خالص، ولا السيارة فيها واحد ما أخذته عطيت كملت قام وقف شوفير السيارة، قال وين طريقك؟ قلت له على الضاحية، قال لي هذا اللي جنبه، قال لي على طريقنا اطلع، وضحك اخذتها بروحت عادية يعني. فتحت الباب وركبت، مرحبا يا شباب، قال أهلين. قام هداك اللي راكب جنب الشوفير لفتت نظر يعني برم بده يحكيني، أنا توقعت للوهلة الأولى أنه يا بيعرفني يا أنه بده يسألني مثلا وين طريقك بالضبط، ولا بإيده بخاخة سبراي للديدارون، عمل لي هيك بخة على وجهي، فقت على الضرب، فقت الدنيا عتم، فقت على اللكم ولبط وبيرفسوني وقوموا لا، قمت عم وين انا؟ قلت له يا شباب شو في؟ اربعه ملتمين بالسلوكات جلابيات، قال له شو نجيب له الجاكيت؟ قال له ما في داعي للجاكيت، انا صدفت انها كنستي لونها عفني عسكريه، قال له بس تطالع الصوره اللي عليها، عليها رسمي، قال له بس من صدره وفوق، وطالعوا هيك ثلاث كاميرات ديجيتال صغيره، طبعا هدول الضوء اللي طلع منهم ما في غيره ضوء، وقالوا لي لا تلتفت على الحيط لورا، طبعا وقفت انا وعطوني التعليمات شو احكي، طبعا عملوا مونتاج ودوبلاج شي ساعه وانهم على ضرب ولكع وبحكي هيك وحكي باريحيه، واول ما مسكوني الهويه الصفراء عليا نسر صرت ارجف، ليش عم ترجف؟ ويرجعوا يعيدوا يعني مثل التسلية، أخذوا شي ساعة زمان لحتى طلع معهم أني أنا المقدم عمار درويش، انشقيت عن الجيش لأنه أنا ساكن بباب السباع
خلصته ولا جاي واحد من بعيد لابس جلابيه وحامل ساطور بايده. انا هون بخافت خالص يعني طلعت خارج طاطية بالمره لانه شو جاي. قال لهم شو؟ قالوا له لا هذا اتركه خلص هذا اتركه. قال لي ليك بتطلع من باب المدرسه اذا بتلتفت لورا اقسم بالله رصاص بظهرك.